الشجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الحسن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام وشيخنا أستاذنا الدكتور كمال بوزيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبهما. شيخنا أبو عبد السلام، مرحبا بك. وبكم أهلا ومرحبا. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يهنيك. الله دكتور كمال، مرحبا بك. وفيكم أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. صحة لباس. الله يبارك فيك. الحمد لله، عودة ميمونة. ينورنكم إن شاء الله أجمعين. الله فيك. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله. اتق الله حيثما كنت. تفضل شيخ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بالفعل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اتق الله حيثما كنت. بمعنى أن الإنسان حيثما وجد، سواء كان في داره مستخفيا لا يراه أحد، سواء كان بمعنى في الشارع، سواء كان في عمله، سواء كان مع إخوانه، أنه يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، وكذلك يفعل ما أمره الله تعالى بفعل الخير ولا غير ذلك. فبعض الناس يعني تجده يحرص على التقوى في المسجد، ولكن خارج المسجد هذا التقوى يعني يغيب عنه وينساه، فتجده بمعنى يدافع ويحرص على الصف الأول، ولكنه تجده في معاملته مع الناس أبعد الناس من هذا التقوى. صحيح. لأن التقوى ما هو؟ هو الخوف من الله، هو أن تجعل بينك وبين غضب الله ولا بين سخطه حجابا، لأن حجابا مسطور، هذا الحجاب هذا هو الذي يدفع عنك من غضب الله سبحانه وتعالى ومن سخطه. فالإنسان إذن يتقي الله حيثما كان، فالعمل يتقن عمله ولا يخونه، بمعنى يعمل عمل المطلوب الذي وكل به، يعمله ولا ينقصه ولا يستهزئ به ولا غير ذلك. ما يدخلش على العشرة، ما يدخلش على العشرة مثلا، وما يخرجش على الواحد ولا على 12 ولا على 10 ولا على 11 ولا على 12 ولا على 1. فلذلك بمعنى أن الإنسان يخاف ربي سبحانه وتعالى، وين كان يخاف ربي في أولاده، يخاف ربي في مرته، خاف ربي في يعني في الكل، في الأهل وعن الوالدين، في إخوانه، في جيرانه، وفي معاملته مع الناس. فإحنا اليوم نشوف أن الناس يعني بمعنى تتشبث في المظاهر، يعني يخافوا ربي في المظهر ولا يخشون الله بعد المظهر. بلا جوهر. بلا جوهر، يعني بمعنى موجود هيكل وهذا الهيكل فارغ من الداخل. فلذلك يعني نجد الناس، كثير من الناس يعني هما غالطين في المفاهيم، يخطئون في مفاهيم، هذه المفاهيم اللي هي الله سبحانه وتعالى صححها لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك صححها لنا، والعلماء ايضا صححوها لنا. فتجد الناس كثير بمعنى يقول لك يا فلان يتشبث بالنوافل ويهمل الفرائض، يتشبث بمعنى بالرواتب
ويهمل بمعنى الصلوات الخمس، يسيبوا يجمعهم كلها، ولكن حارس على الرواتب، حارس على قيام الليل، ولكن لا يصلي الظهر بمعنى إلا بعد العشاء، والعصر إلا بعد العشاء، والمغرب إلا بعد، يجمعهم كل بعد العشاء. إذن كيف هذا؟ يعني هذا يعني نشوفوه بأنه يحرص في مجال ويهمل المجال الأكبر اللي هو أقرب يعني من الله سبحانه وتعالى من هذا العمل ويعمله. فتجد الناس كذلك يتشبت، يخاف ربي في الصلاة، خاف ربي في الزكاة، في الحج، ولكن تجده يؤذي الناس، يؤذي جيرانه، يؤذي والديه، يؤذي زوجته، يؤذي أولاده، ويؤذي الخلق، إما بالكلام الفاحش وإما بالمعاملات، معاملات ويظلم الناس ولا يعدل، ويحقر الناس ويتعدى على أموالهم ويتعدى على حقوقهم، ويقول كان نخاف ربي، أنا نخاف ربي، ولكنه في يعني في الواقع بعيد عن الله، بعيد عن الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصلاة، هذه الصلاة إن لم تؤدي بك إلى الخوف من الله، بمعنى أنك لما تصلي من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة، خلاص لم تزده إلا بعدا عن الله، بالعكس يعني ربي يزيد يغضب عليك، يبعدك عليه، لأن على تعتبر عند الله كأنك يعني منافق، أنك تنافق مع ربي، يعني بمعنى أنك تظهر للناس شيء ولكن في الحقيقة أنت لست من هذا، من ذلك الشيء، يعني تبين نفسك بأنك مسلم خاف ربي ولكن في الحقيقة أنت راك أقرب للشيطان من ربي، ماكش قريب لربي سبحانه وتعالى. فلذلك تجد الناس يحرصوا على بعض الأمور ولا يحرصوا على أهم الأمور، فلهذا توجدوا بمعنى في تجارته ما يخافش ربي، ولكن توجدوا الوقت صلاة الوقت حافظ على الوقت، ولكن في التجارة يخون، توجدوا بمعنى أنه يغش، يدلس، يأكل حتى في الميزان، يعني يأكل الناس حقهم في الميزان، تجدوا بمعنى، ولكن حريص يعني في قضية محافظة على الصلاة، ولكن في معاملته مع الناس بعيد. أين التقوى هذا؟ فين تخاف ربي أنت؟ خاف ربي في كل بلاصة، كي تجي تاجر خاف ربي في تجارتك، كي تجي تصلي خاف ربي في صلاتك، كي تجي عند والديك خاف ربي في والديك، كي تجي عند جوزتك خاف ربي في زوجتك، في ولادك، في جيرانك، في عملك، لما تكون وحدك شوف شوف الأفلام هذيك الخالية عبد أحمد، يشوف واش يحب من كما نقول من الأمور المنكرة غير ذلك، وأمام الناس تخاف ربي تسيبه بمعنى الله ويهز راحه في خطبة، ولكن في لما يختلي بنفسه ولي واحد آخر ذنوب الخلوة، يعني بمعنى في الخلوة شيطان، وأمام الناس يبان روحه بمعنى قريب لربي، يعني بمعنى يحرك رأسه ما شاء الله، يعني هو يخاف ربي. أين هذا التقوى؟ هذا ربي قال لك اتقي حيثما كنت، خافني يا بن آدم، وين كنت؟ وين كنت أني معك؟ ما يكون من ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو، خلاص أينما تكون يكون معك ربي، وين تكون يا ربي أو معك، ما هوش بمعنى قدام الناس أو معك، وكي تكون في الدار وحدك ما هوش معك أبدا، ولا بمعنى في الجزائر أو معك، في فرنسا ما هوش معك، معنى لك في الغرب دير وش حبيت، وفي الجزائر كان بمعنى الناس محافظين تخاف، ولا لك في مكة خاف ربي، لك أن تتبين الناس لك تخاف ربي، كي تروح للإنجليز تولي واحد آخر، يعني تولي إنسان دير واش بغيت. لا، ربي في كل مكان، هذا اتقي الله حيثما كنت، فالتقوى لا يأتي إلا بخير، هذا ربي قال فاتقوني يا أولي الألباب، ومن يتقي الله شوف ربي يجعل له مخرجا، ربي اللي يخاف ربي، ربي يحل لك كل أبواب سبحانه، كي تدعيه يستجب لك سبحانه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويزيد يرزقك، ماشي قال لك فقط يفتح عليك، اللي حالك الضيق ويزيد يفتح عليك في الرزق، فتاح رزاق عليم، فتاح نعم فتاح رزاق، يعني الله سبحانه وتعالى حتى يغرقك بالخير تاعو لما تخافه، ومن يتق الله يجعل كل ما في كل امورك يضيق عليك الحال تقول يا الله، يقولك نعم عمدي، ما دام تعرفتني في الرخاء اعرفك في الشده، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، كي تعرف ربي انت تكون صحيح ولا باس عليك، يعرفك نهار تمرض كذا كي تقول يا ربي، يقول لك نعم عبدي سبحان يعني معك، لأن كنت معايا انت كنت صحيح، كنت خافني، ولكن كي مرضت والازمه جاتك انا راني معك عبدي، نسمع لك، تفضل قول عبدي ما تشاء، فاني بمعنى اجيب دعوه الداعي اذا دعان، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، علاه الله سبحانه لا ينكر
بمعنى خير الناس، ولا ينكر بمعنى معروف الناس. فإذا هنا كما قالوا بمعنى الأمر كل التقوى هو تاج كل الأوامر، تاج كل النواهي، تاج كل الأمور، هو التقوى هو التاج. إنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى، قال بمعنى الإنسان يا إنسان، الله سبحانه لما يتكلم في حديث قدسي، يا ابن آدم خافني نخوف كل شيء منك أنت. سبحان الله، من يخشى الله تعالى يعني من خاف الله خوف له كل شيء. سبحان الله، كل حاجة تخافك حطها تحت سيطرة تاعك أنت، تحت صرفك تاعك أنت، ولا تخشى أحدا. سبحان الله، أنا معك ومن كان الله معك خلاص، فمن من تخشى؟ الله من تخاف؟ ما دام ربي سبحانه وتعالى معاك لأنك كنت معاه لا تخاف حتى واحد، خلاص قبل خلاص. اللي كان مع ربي سبحانه وتعالى ربح في الدنيا والآخرة، صح، انتهى الأمر. ولكن إذا لم تخاف الله خوفك من كل شيء. سبحانه، إلا ما تخافش ربي تخاف كل شيء، يعود يخوفك ربي، يسلط عليك كل شيء، المخاوف اللي موجودة يعود يخوفك ربي بها سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان لما يخاف ربي سبحانه يخاف في كل شيء، يخاف بمعنى في حياته كلها، ما يخافوش من جهة ويخافوا من جهة، لا لا لا. يعني أيها الإنسان يقول كلام، قل كلام طيب مع الناس، ويقول كلام طيب كذلك ما تكونش مع الناس، كلام طيب مع أولادك، وشوف شحال من الناس يعني لما تشوفه يقول لك هذا ما شاء الله، ولكن في داره شيطان كبير. يعني بمعنى الكلام الفاحش إنسان أحمد يعني ما تحملوش لا أنت لا غيرك من كلام يقوله لمرته ويقوله لأولاده أمام الناس، ما شاء الله تبارك الله سبحان الله والحمد لله الله أكبر، خيار الناس خيار الناس. ولكن مع أولاده ومع أهله يولي واحد آخر، ما هوش هو خلاص، هذاك اللي تعرفه أنت ماشي هو خلاص، ولا خوف ربي، حين خوف الله. هذا هو النفاق شفنا، هذه نسميه ذو الوجهين كما يقول أحمد، ذو الوجهين عوض إيه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ذو الوجهين، الله هاك وهاك لا، ولا تبان أمام الناس يعني بمعنى أنك يعني من أهل الخير أهل الصالح، وبمعنى وتمد أمام الناس تمد، ولكن في لما نرجع إلى كما نقول إحنا الخبايا تاعك مع أهلك شحيح، ما تمد أولادك قاتلهم بالشر، مرتك قاتلها بالشر، أمام الناس تمد يعني خلص هذا وخلص هذا، ولكن الأحق اللي عندك أنت اللي واجب عليك، هذا ماهوش واجب عليك، ها واجب عليك، واجب عليك تنفق على زوجتك، تنفق على أولادك، على دارك، على ولدك، والأقرب من ذلك كذلك بعدهم هما يجوا الجيران. ولكن الناس اللي بمعنى أنت راك معاهم أصحابك وذا بما هذوك ماهوش واجب عليك، من باب النوافل، من باب الصدقة، باب المعروف فعل يعني الخير، نعم، ولكن هو فرض عليك واجب عليك، اللي هما أولادك، زوجتك، ولديك، خاوتك، خواتاتك، قس عليها خالاتك، عماتك، هذو اللي يكون أقربين ليك أنت. إيه الإنسان والأقربون أولى بالمعروف ولا نعم؟ الأقربون أولى بالمعروف، ولكن للأسف يعني بمعنى إحنا نبحث عن المظاهر، نوجد الناس يجود صدقوا في المساجد ويجود بينهم في أنفسهم في الجمعية الخيرية، ولكن في الجهات أخرى يعني محمد شوف بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي نبنوا جامعة توجد قاعد أهل الخير يعني أصحاب المال الله يبارك يجوا ينفقوا أموالا في الله، أي نجوا باش نزوجوا واحد وراء هذاك، وين هذا؟ ربي كاين هنا، ربي ما كانش هنا، كيفاش؟ ربي كان يعني باش نبنوا، وهذا واش هذا مسكين راح يتزوج، هذا أولى، صح، هذا أولى باش نحصنوه، هو أولى بمعنى نتعاونوا على باش نزوجوه، ولا هذا بمعنى ما راح بدي العملية، دي العملية مسكينة، ودا الله ينوب، هيا باش الجمعية خير نطموهم ندير تيليطون، هذا هيا هاك، هيا نديروا مسجد جامع هاك، علاه؟ أمام الناس. ربي كان قدام الناس، ولكن أمام غير الناس هذا ما كانش ربي، ربي كان في الجامع خارج الجامع ما كانش ربي، فين راه خوف ربي سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان ليكون مع الله يكون معه في كل شيء، في كل مكان، في كل الأحوال، في كل الظروف، وربي يجعلنا من أهل التقوى. أمين. ربي قال التقوى وأهل المغفرة. أمين. الله يبارك فيك شيخنا أستاذنا الدكتور بروفيسور كمال بوزيدي، أعوذ بالله، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما شئت كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نقف عند هذه المعاني بإذن الله في ختام هذا العدد مع صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام باللغة الأمازيغية تعميما للفائدة،
ان شاء الله يكفينا الوقت كذا كمان ان شاء الله دائما يعني الاسئله تستوعب. لا نقص من وتواطي الشيخ باش يدير لنا مزيان. يا ربي يحفظك ان شاء الله. الله يبارك فيك. طيب شيخنا ابو عبد السلام، قبل ان نستقبل المكالمات، هذا سؤال في الحقيقه كان وجهه واحد من مشاهدين الحاج من العاصمه لك شخصيا، يعني لانه قال لي والدتي تسمع كثيرا للشيخ ابو عبد السلام، وكنت الحقيقه قد وجهته للشيخ الدكتور محمد يدير مشنان، ولكن ايضا احتراما لرغبته ساعيد قراءه هذا الكتاب السؤال عليكم. الحاج من العاصمه يقول والدتي تقاطعني، والوالده ليست في العاصمه، في ولايه بعيده شيئا مع العاصمه، هو من سكان العاصمه فقط، والحاجه راهي تسمع. والدتي تقاطعني بسبب نميمة وكلام عني يشهد الله أنه غير صحيح، غير أن أمي صدقته، وهي بذلك تمنعني من أن أقبل رأسها كما تقاطع زوجتي وأولادي، رغم أننا كلنا نحبها ونود أن ترضى علينا عنا. ماذا أفعل وقلبي ينفطر من إبعاد أمي لي، وأخشى أن تغادر هذا العالم أو حي لنا. لا لا، أو نغادر، أن أغادر هذا العالم أو تغادره هي وعلي وأنا في هذه الحالة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله. المعلوم من الدين بالضرورة أن بر الوالدين من أكبر الطاعات لله تعالى. وقال أحد العلماء: إذا كان بر الوالدين واجب وخلافه ضار ومعصية، فإن أيضا البر بالأولاد واجب ومخالفته أيضا معصية. كيف ذلك؟ واجب على الأبناء أن يرحموا آباءهم وأمهاتهم وأن يرفقوا بهم وأن يحسنوا الكلام إليهم. ربي قال: وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما، يعني الشيخ ابن بديس رحمة الله عليه قال: وجب على الابن أن يجالس آباه وأمه ولو لم يكن يملك من الوقت ما يكفي، ولكن يبرمج نفسه ويوزع وقته ويخصص جزءا منه لمجالسة الأب والأم ومكالمتهما بالكلام الذي يدخل السرور على قلبيهما. هذا واجب، يعني ما شئنا ما بنا، بقوله تعالى: ولا تقوم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهذا الأخ يقول بأنه بذل جهدا في البر بأمه، ولكن الأم ناقمة عليه، غاضبة عليه، ليست راضية عليه. شيخنا هي من المتابعات الوفيات للبرنامج الحقيقي. نعم، نقول له أولا حاجة قبل من خطب الوالدة، نقول لهذا الابن: بارك الله فيك على هذه الحيرة، على هذا القلق، لأن من علامات البر هذا الخوف وهذا القلق من عدم رضا الأم، لأنه لو كان موش معناها مكترث بموقف الأم هذه ما كان يسأل وما كان يبحث. يلا أنا جئتك وأنا زرتك وأنا سلمت عليك، وأنت رضيت ولا ما رضيت، يلا ها. ولكن لاهتمامه بأمه ولحرصه على أن ترضى عنه سأل هذا السؤال. فلذلك نقول له: شكرا على هذا الموقف وبارك الله فيك، ولكن أنا أنصحك أن تبحث في حياتك عن سبب تغير أمك. هل كانت أمك ساخطة عليك طول حياتها؟ لا شيخنا، ويقول نميمة أخوات برك. صحت، ولذلك أنا أقول لك ابحث عن الأسباب في ذاتك قبل أن تبحث في أخواتك. ابحث عن الأسباب في ذاتك، في علاقتك، واعلم أن أمك عطوفة حنونة على الجنس اللطيف أكثر، يعني على البنات، لأن البنت إذا لم تعطف عليها أمها من سيعطف عليها؟ صح. إذا لم يرفق بها والداها من سيرفق بها؟ صح.
فلذلك من برك بأمك أن تصل أخواتك وأن تحسن إليهن وأن تهدي لهن وأن تعوضهن أباك، تشعرهن بالحماية، لأن البنت عندما تفقد أباها تفقد تحس أنها فقدت الأمان، فقدت الحامي الذي يحميها. فلذلك أنت بمعاملتك وبإحسانك وبتواجدك على الدوام معهن هذا يعطيهن من الأمان ومن الحماية ما يزيد، وهذا الذي يغير من سلوكهن وكلامهن مع أمك عنك، فيصير كلامهن هو شكر وحمد وثناء عليك. وطبعا في هذه الحالة الأم تتغير، لأن لما تحسن لابناتها وهي تعزهم وتتمنى لهم يعني كل الخير إن شاء الله، ولما تعرف بأن ابنها يحسن إليهن أكثر مما تحسن هي إليهن ستعزه وتحبه وتصير معناها تشتاق إليه، مش لا تستقبله ولا تشتاق إليه. فإذا أحسن، قال وآتوا البيوت من أبوابها، هكذا قالنا ربي، وآتوا البيوت من أبوابها. يلا سيدي هذه أمك راه بابها هم أخواتك، أحسن إليهن، أرفق بهن، معناها كلمهن كلام الطيب، حاول أن تصلهن بالهدايا حتى يرضين عليك، فإذا رضينا رضيت أمك، كن على يقين بهذا. وأما إذا زدت عن ذلك الإحسان إلى أمك، ولكن أنا أقول لك الإحسان لأمك من نوع آخر. الآن إخواتك أنت تحسن لهم أنت بنفسك، ولكن أمك خلي زوجتك تتدخل، خلي زوجتك تتدخل بأنها تصلها وتهدي لها وتقبلها وتتودد إليها زوجتك، لأن أمك الآن راهي تحس بأنك رحيلك عنها بسبب زوجتك. يعني أنت الآن لبيت رغبة زوجتك في الانفصال وفي الانعزال وفي الاستقلالية، ولكن نسيت أمك. له في الحقيقة شيخنا زوجته تحرص على أن تقبل رأسها وهي ترفض. لا، ولكن لما تكون فيه إحسان، قلت إلى البنات والإحسان إليها حراحة تتغير تتلين. دوام الحال من المحال، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا علم الله من شأنك ومن أمرك أنك صادق في الميل وفي الرغبة في التصالح مع أمك يوفقك ويلين قلبها ويرضيها عنك ويرضيها عنك إن شاء الله. فلذلك أحاول نقول الآن للأم هذه الوالدة الله يكرمها ويطول عمرها ويمتعها بالصحة والعافية، قل لها هذا ولدك ليس له ملجأ غيرك. احنا عندنا في الدرجة نتاعنا الإنسان يبحث دائما عن الصدر الحنون، نعم، وباش يوضع راسه في أمان في طمأنينة ويحس بالمحبة ويحس بالرأفة ويحس بالحنان والعاطفة الكبرى. وين؟ عندك أنت أيتها الأم. فضمي احضني ولدك خير من اللي يحضنه غيرك، لأنك أنت إذا فرطت فيه وأبعدتيه الإنسان من طبعه وفي فطرته يبحث عن الحنان صغير ولا كبير. فإذا أنت ما أعطيتيهش الحنان يبحث عن هذا الحنان في غيرك، وإن شاء الله ما تكونش زوجته اللي باش تتهميها وتقول له خلاص داتوا عليا زوجته. لا، ولذلك نقول زوجته راهي بريئة، وخاصة إذا كان هي تحسن وتتودد وتزور وتحاول أن تقبل رأسها، لأن احنا عندنا تقبيل الرأس من قيمة الاحترام والتقدير. صحيح. ماهوش معناها احنا عندنا ما عندناش في العادات نتاعنا ما كانش تقبيل الخد هذا منا ومنا. ايه صحيح. الكبير الصغير يقبل رأس الكبير. صحيح. والكبير يمسح على يده هكذا يلا رضا. هذا الرضا. فحاول أنك تتودد من عجوزتك بنتي، وهي كذلك نقولها لين يقلبك شوية. أمين. راهم عندك أحفادك، والأحفاد نتاعك ماذا بيهم يعرفوا جدتهم ويتقربوا لجدتهم ويلعبوا قدام جدتهم إن
شاء الله. شوف شحال تسوى الدنيا عندك لما احفادك يجيو وراك حق يلعبوا معاك ويقول لك جيد مانيوم 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 كذا الى اخره ويجيبوا هذيك الاغنيه سيدي ماشي تولي دغدغه عاطفيه في قلبك. الله يبارك فيك. هذا ان شاء الله ربي ينزل الرحمه في القلوب. بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليك اجابه على هذا الانشغال الاجتماعي، وربي ان شاء الله يلي القلوب كما اشرت. وعلى بركة الله أيها الأفاضل نشرع في استقبال المكالمات ولاستقبال المكالمات والانشغال بما تتفضلون. المسيلة المفتتح بإذن الله أختنا هاجر. ألو ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وعليكم السلام أخت هاجر تفضلي. بنتي صحة لاباس؟ والله غير الحمد لله أخت هاجر ربي يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. ونحيي كامل الطاقم العامل معكم هذه الجزية. الله يبارك فيك. سؤالي هو عندي سؤالين، السؤال الأول بالنسبة للسؤال الأول المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع تدعو لي بالشفاء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت فكانت لك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله لكن أدعو لي ألا أتكسر فإن هذا الخبيث يجربني بيدي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فكانت تطرح ولكنها لا تتكشف. تقصد بالخبيث هنا الجن أم ماذا؟ كان الخريج غرفة هنا شغل عكس قالوا بلي أنها مرض والله هكذا. واضح دكتور كمان؟ واضح أختي هاجر واضح. السؤال الثاني بالنسبة للمرأة التي تذهب إلى الحمام المعدني، إحنا عندنا في الامتلاء ولاية الامتلاء حمامات معدنية. من أجل الشفاء نرفع العجل بها إحنا نقولوا نعالجوا، أنا نرفع العجل نقاط يوجعوني. يعني نروح بالتحرش يعني مقاطرة يعني كيف نقول مقاطرة مقطوعة يعني ماشي مخالف هذيك الشريعة يعني. يعني معلش أنت المرة الجاية نروح ولا ما نروح؟ واضح إن شاء الله أختي هاجر. هاي السلام عليكم بارك الله فيكم وإن شاء الله يجعلكم الأهل الجنة إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا سيدة هاجر من مسيلة والتحية لناس مسيلة جميعا. وهران سيدة أم سهيل. السلام عليكم. السلام سيدة أم سهيل. دايما نطرح سؤال. تفضلي. جدت الزوج تاعي مات وخلات شوية ذهب. عاودي لي. خالو ما بغاتش يقسم معاه. الأم ماتت. جدة. الجدة. الجدة جدة الزوج. جدة الزوج ماتت وتركت ذهبا. وخلت شوية دراهم شوية ذهب. مال خالو الزوج رفض التقسيم. وما بغى يعطيه والو. أمه حية ولا لا؟ لا ميتة عنده خالاته. طيب ان شاء الله خير ان شاء الله يا ربي يعاون. عندك سؤال ثاني؟ لا صحيح ربي يعاون. الله يسهل امورك سيده ام سهيل. انك صحيح ربي يحفظكم. الله يهنيك شكرا. من وهران الى اين؟ ناس النعامه اخت مليكه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عبد الله مباركه ان شاء الله. الله يبارك فيك اخت مليكه مرحبا. الله يسلمك. شوف سؤالي الأول، سؤالي ما هو أفضل وقت للاستغفار؟ أفضل وقت للاستغفار متى يكون؟ للاستغفار الله يوفق للخير إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ سؤال ثاني؟ ألو؟ تفضلي يا أخت مليكة. ألو؟ تفضلي يا أخت مليكة نسمعك. السؤال الثاني، متى يكون وقت قيام الليل؟ وقت قيام الليل؟ ايوه ان شاء الله خير. وشكرا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا اخت مليكة. ناس قسنطينه امنه. الو مرحبا اخت امنه. الو تفضلي اخت امنه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا الحاجة آمنة لاباس. راكم لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الشيخ أحمد بارك الله فيك الشيوخ الكرام. أيوة. ندعيو للولاد عندي طفيلة موت نسا في حالة بتوسويس. أيوة. ما تصليش. وموت عندها 25 سنة في عمرها وخمس قراية عيش كيف وما شاء الله يعني حنينة خدامة بحلا كل بصح الصلاة ما تصليش.
راهي موسوسة ولا في حالة الحمد لله مرضتني مرضتني ما هي تعرف ما والو، تقول لي هم جاوني هم كذا هم كذا وكذا وما كان والو. هي خدامة عليها للشفاء والدعاء للأولاد الآخرين، شوف كل واحد فيه غلبة، واحد عقلة معقودة عييت الدعاء للسجود القيام عقلة ما تحدد لا في الخدمة لا في الزواج لا كلش معقول. بارك الله فيك، دعوا لي لهاد الأولاد تفك مشاكلهم. ولا والسؤال الآخر على التسبيح، يا ترى التسبيح كي نسبحوا نكونوا على وضوء ولا من غير وضوء نسبحوا يعني جايز ولا هذه. والسؤال الاخير سي حمل، عندي ولد خويا عرضني واحد النهار رحت ليه ضيفه حلت قال لي بالحرام ما تخرجيها غير تبعتي توالي انا ما بتش ما قعدتش، يعني هو انسان ما يصلي ما والو، واش ني حلت كيف كان هذاك الحلف بالحرام تقول لي تبعتي وانا ما نجمش نبات، يا ترى على الفلوس هذا كيفاه وبتي ولا سني 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 الحاجه امينه ما بتيش يا اخي انت بتي ولا ما بتيش معك؟ انا ما بتش يا شيخ احمد ما بتش حلت لي بس ما نجمش نبات، عندي صايبه اخرى انا رحت برك بايت عن شهر ملكة تباتي عمتي تباتي انا حنقول لكم ما نجمش اوازي قال لي بالحرام انت باتي وانا ما بتش وخرجت، يا ترى هذاك الغرب بالحرام كي باتيت ولا طيب الحاجة أمينة ربي يبارك فيك. الله فيك يا شيخ الله يرضيك ويشفق إن شاء الله. إن شاء الله سيدة أمينة، تحية ليك والناس قسنطينة جميعا. ايوه وهران ميلا او نعامه قسنطينه ناس العاصمه. سي محمد ألو. مرحبا سي محمد. صحيح شوف عندي طفل وليدي مات العام اللي فات مات في 2021 الكورونا الله يرحمه برحمته ومات يرحمه رحمه الله مات في فرنسا وجابوه لهنايا وخلى على كل حال خلى 6 دراري الله يبارك الله يبارك خلاهم صوار على كل حال كان صوار شوية كبار أيوة وعندك طفلة كبيرة مزوجة على كل حال وخلى الخير عنده زوج ديار هنايا وعنده زوج ديار في فرنسا وعنده زوج طوموبيلات ومرته قالت لي ما تسال حتى دور وما خلى والو هو خلى كل خير ودرك رايكم وهي اسمع الو تفضل سي محمد تفضل الو تفضل اني نسمعك سي محمد وهي مروكيه طيب دوك رايكم على كل حال واش لكن انسان ولا ما انسانش عند رب العالمين طيب يجاوبك شيخنا ان شاء الله سي محمد بارك الله فيك الله يهنيك اللهم الله يعطيك همتنا ان شاء الله بارك الله فيك يا سي محمد الله يبارك فيك وهنيك ان شاء الله شكرا هلا سأل عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية بارك الله فيكم وفي ثقتكم ووفق الله شيوخنا الأفاضل يعلموننا مما تطرحون من أسئلة وعلى بركة الله نشرع في الإجابة عن هذه الانشغالات وشيخنا على بركة الله نبدأ في من سأل هاجر من مسيلة المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إني أسرع وأدعو بالشفاء وأن يدعو لها بالشفاء تقول هل كان ذلك من عمل الجن؟ يعني في الحقيقة احنا لا نبحث عن هذا الشيء هذا لان لو كان من عمل الجن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أدرى به وكان تدخل وإنما هو أمر طبيعي مارد من عند ربي عادي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه الدعاء بالشفاء فقال لا اختاري اما ندعي لك ربي سبحانه وتعالى عندك كما نقول احنا اللي في نفسي تسرع ايوه عندها مرض عادي قالت له يا رسول الله ادعي لي ربي باش يشافيني النبي صلى الله عليه وسلم خيرها قال لها شوفي تحبين ندعي لك ربي يشافيك تبراي والامر اليك وتبراي ولاباس عليك الامر اليك ولكن الجنه ماشي مضمونه اجري عليها ايوه اخدمي لها الى كنت من اهل الجنه ربي يديك الجنه ولا حبيتي تصبري على المرض تاعك هذا حتى تلحقي مولاك ندعي لك بالجنة ربي يديك الجنة والصبر
قالت له يا رسول كي ولات الجنة. الله. ما لهنا خلاص نصبر، معليش نصبر في الدنيا اللي مش عارف شحال نعيش ونروح، ما له الجنة أحسن، خلي نصبر معليش. ما قالت له فقط عندي سؤال عندك يا رسول الله، حد الشرط؟ قال له واش هو؟ قالت له ادعي لربي باش كي نطيح من المصرع ما نتكشفش ما نتعراش، يعودوا الناس يشوفوني ونتبهدل قدام الناس ونكشف هكذاك. دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا معليش مقبول. دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء بانها باش ما تتكشفش امام الناس كي تطيح، يعني ان شاء الله ما يبان منها والو. وهكذا كان ربي سبحانه وتعالى استجب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ولات كي تنصرع قدامهم ما تنكشفش. وبقات حتى ماتت وموعدها الجنه، دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم الجنه، يعني كما نقولوا ما فيش احسن منها. الله يبارك فيك. وربي يجعلنا من اهل الجنه والدين. امين. الله يبارك فيك ان شاء الله. هي التي كانت تقوم المسجد، يعني تخدم المسجد. ايوه ربي يبارك فيك شيخنا. شيخنا ابو عبد السلام، المراه تذهب الى الحمام، حمام المعدني، وهي مستوره، ولكن تسال اختنا هاجر هل تذهب ام لا؟ نعم. اذا كان ذهابها الى الحمام من اجل الاستشفاء علاج لمرض الم بها، والأطباء أشاروا عليها بأنها من علاجها أن تذهب إلى الحمام، تذهب، ولكن بشرط أن تكون مستورة. أيوة. أنها في غرفة فردية. أيوة. لا تدخل ذلك الحوض الذي يدخله كل من هب ودب وهي متكشفة وما إلى ذلك، هذا لا يجوز شرعا. لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة وترى من المرأة ما لا يرى، كما لا يجوز للرجل أن يرى من الرجل ما لا يرى. فإذا لا بد من السترة، تروح للعلاج، تروح للاستشفاء، لكن مع السترة. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ومنع المرأة من الحمام، لأن الحمام الذي ذكره المؤرخون في قصة سيدنا عمر رضي الله عنه هو حمام نظافة، يعني حمام غسيل إزالة الأوساخ، وربما فيه نوع من الخضوع إلى الدلك وإلى كذا، يعني العلاج. أيوه. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه قال أنا لا أرى ذهاب المرأة إلى الحمام ولو مع النساء وحدهن، لأن السائل قال له يا أمير المؤمنين إذا لم يكن في الحمام رجال إلا النساء، قالوا ولو مع النساء وحدهن؟ قالوا أهو حرام يا أمير المؤمنين؟ قال لا أقول لك حرام، ولكني أخاف أن تكون في وسط النساء من ليست مؤتمنة، فترى زوجتك أو ابنتك أو أختك وتذهب إلى قريبها مهما كانت قرابته وتصف يا ربي فلانة ماذا أعطاها ربي من النعم، ماذا أعطاها ربي، يصير كما لو رأها هو. فهذا الذي أتحفظ منه أن تذهب المرأة إلى الحمام. سيدنا عمر معناها المشترك، أما لو كانت الغرف فردية لا أظن سيدنا عمر رضي الله عنه يمنع ذلك، خاصة إذا كان للاستشفاء يعني للعلاج. الله يبارك، هذا من فقه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. سامحني أحمد، سامحني قبل ما تفضل شيخنا. لا بأس، تفضل. باش ينبه الشيخ برك بالنسبة للتكشف، مش بينا هو ما بين السرة وركبة الشيخ، مش يعني. هذا بالنسبة للعورة المغلظة، هذا مش يقول لهم عن هذا والمطلوب اللي عادي يفهمه هو. احنا بالنسبة للمرأة وللرجل، الغور العورة المغلظة لما بين النساء والنساء وبين الرجال والرجال، هي ما بين السرة والركبة. والخلاف الذي بين العلماء هو هل السرة من العورة يجب سترها والركبة من العورة يجب سترها؟ بعضهم قال بذلك وبعضهم قال لا، قال معناها إلى الغاية، الغاية معناها ليس بشرط أن نغطي، معناها الوصول إلى الغاية. والله أعلم. الله يعلمنا إن شاء الله. الله يبارك فيك والله. بارك لك ما شاء الله. الله يبارك فيك كمال. أتصور نهى فرنسا من معنا. أختنا من فرنسا من معنا؟ لا بأس، إن شاء الله تنقص شوية التلفزيون وتتواصل معنا إن شاء الله. أم سهيل من وهران شيخنا يقول جدة الزوج ماتت وتركت مالا وذهبا، خال الزوج رفض
يعني التقسيم وأم الزوج ميتة ولديه خالات، فهل من حقه ذلك؟ يسال ولا ما يسالش؟ هذا هو. لأن احنا الجدة لما توفيت تركت أبناء وبنات. أيوة. دوك الآن هل أمه هو بنته هل هي ماتت بعد وفاة يعني الجدة هذه ولا ماتت قبل وفاة هذه الجدة؟ أيوة. دوك الآن إذا ماتت بعد وفاة هذه الجدة إذن الأصل فيها أنها لا ترث، ما عندهاش حق. ترث قبل الاستغفار قبل الجدة فإنها لا ترث الأم هذه، خلاص بنتها ماتت قبل إمها ما تورثش. يبقى أولادها هل ينزلون بمعنى بالنسبة لنا احنا التنزيل ينزلوها ولا لا؟ هل ينزلوها؟ إلا ينزلوها بعد أصبح عندهم حق، هذا ما اسمه الوصية الواجبة. ينزلوها بمعنى عندها حق عن طريق الصدقة، ما يقولش بمعنى نورت عندي حق، ما عندكش حق أصلا، وإنما باب الصدقة الواجبة. صدقة علاش واجبة؟ لأن اليوم ما كانش الرحمة، الناس ما ولاش ترحم بعضها بعض، فلذلك الفقهاء قالوا يعني الإنسان يموت قبل من باباه ولاده نعطوهم، لأن العموم ما بقاش فيهم الخير، ما بقاش فيهم الرحمة باش يمدوا ولاد خوهم، فإذا احنا نعطوهم كأنه صدقنا عليه صدقة واجبة. هذا من باب هذا، وقانون الأسرة واضح، يعني حبوا يدوم عن طريق القضاء يروحوا القضاء يعطيهم حقهم عن طريق التنزيل. هذا باش نقولوا له الأخ هذا لو يسأل نقولوا ما عندكش حق تقول انا عندي حق في التركه ونورث ما تورث ما والو، اذا كانت يمك ما تقبل من يمها. اما اذا كانت يمك ما بعد يمها هنا عندك حق، حق يمك ما كان حتى واحد يحيولك، خالك ما عنده حتى حق باش يمنع، هو عنده صح يسال مع اخواتاته، واختك ويمه كاخته هو ماتت بمعنى بعد يمهم، في هذه الحاله عندك الحق تورث حق يمك اللي كانت عندها حق من يمها. فهنايا ما كان حتى، والا رفع دعوى القضاء يعطيك الحق اما عن طريق تورث يماك، اذا كانت يماك ماتت بعد يمها وعندك حق بالتنزيل، اذا كانت يماك ماتت قبل يمها هذا ترفع الدعوى والقاضي هو ينصفكم في هذه المساله، لان ما تفرواها بالطبعه. الله يعلمنا شيخنا، بارك الله فيك شيخنا كمال. هذا اجابه على سؤال السيده ام سهيل. ام ادم فرنسا جاريتنا في الخارج. أم آدم أينها أم آدم يا نهى؟ أم آدم مرحبا. طيب خلينا نكمل، خلينا نعود إن شاء الله نتواصل مع السيدة أم آدم لما تكون جاهزة. ومرحبا بها جاليتنا في الخارج، وسام على صدورنا ونخدمهم بعيوننا إن شاء الله. خليني ممكن راي بعيده يعني، خليها كي تكون قادره تتواصل معنا مرحبا به. الى نعامه ومنها مليكه، شيخنا ابو عبد السلام، ما افضل وقت للاستغفار ومتى يكون قيام الليل وقته؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاستغفار بابه مفتوح على الاطلاق. ايوه. ولا ينحصر الاستغفار في وقت معين، وإنما من حيث الأفضلية الله تعالى ذكر وقتا وبالأسحار هم يستغفرون. أيوة. وش معنى بالأسحار؟ يعني وقت السحور. أيوة. يعني ساعة ساعة ونص قبل الفجر أفضل وقت للاستغفار هو هذا. الله يقوينا. ولكن هذا لا يمنع أن يقع الاستغفار في كل أوقات اليوم والليل. أيوة. الإنسان يستغفر، لأن ما أكثر أخطاءنا، ولكن الله تعالى أعطانا الاستغفار رحمة منه وتكرما منه حتى يستر أخطاءنا وعيوبنا ويغفر ذنوبنا. يا ربي يا ربي. فلذلك الإنسان لا يستنكف ولا يتكبر عن الاستغفار. وإياكم ثم إياكم أن يقول الإنسان أنا ما عنديش ذنب أنا علاش نستغفر. لا إله لا. هذا جهل، هذا ما هوش معناها غرور وجهل. والله أنا يعجبني أحدهم قال له واحد يا سيدي أنا ربي أعطاني الصحة البدنية. أيوة. أعطاني كثرة الأموال وكثرة الأولاد. أيوة. أعطاني الدور وأعطاني قصور وأعطاني كل النعم اللي يتمناها الإنسان في الدنيا ربي أعطاها لي. أيوة. لماذا أدعو؟ لا حول ولا قوة. لا
لست في حاجة إلى الدعاء. قال له يا ابني قل اللهم إني يعني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ويعني معناها تعوذ من الله تعالى باش يخلي لك النعمة نتاعو هاي تقدر تروح بين عشية وضحاها. وكأنه شيخنا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم بارك الله فيك، هذا هو. فلذلك الإنسان يستغفر الله تعالى في كل الأوقات، وخاصة إذا كان من الحفاظ سيد الاستغفار يكثر منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قرأه في الصباح موقنا به قلبه ومات في يومه كان من أهل الجنة، إن شاء الله، ومن قاله في المساء موقنا به قلبه ومات من ليلته كان من أهل الجنة. الله، فليكثر الإنسان من هذا الاستغفار هذا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على رسول الله، الله يجزيك بالخير، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله ينورك. وقت قيام الليل شيخنا؟ قيام الليل، الليل يبدأ من المغرب، ولكن أيوة. قيام الليل يبدأ من بعد العشاء. أيوة، بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء هذا كله وقت لقيام الليل. إلى غاية. والرسول إلى غاية بزوغ الفجر الصادق. أيوة. الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أيوة. كل هذا ليل، ولكن أفضل أوقات أيضا قيام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الله تعالى عالم بنا، يرى أفعالنا، يسمع كلامنا وأذكارنا. لا يخفى عليه شيء من أمورنا في كل الأحوال وفي كل الظروف في كل الأمكنة. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى ينزل كل ليلة حينما يبقى من الليل ثلثه، فينادي في خلقه في المؤمنين: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. يعني رب سبحانه عز وجل هو ينادينا. فحاولي أن يكون قيامك في هذا الوقت هذا استجابة لنداء الله تعالى لنا جميعا. الله يبارك فيك شاء الله، الله يحفظك شيخنا. شكرا جزيلا شيخنا أبو عبد السلام. دكتور الله يبارك فيك، على قسنطينة. ها السيدة آمنة تقول أولا نبدأ بالأولاد والدعاء للأولاد والله يهدي السر. آمين. الوسواس داير حالة، تقول 25 سنة والطفل مغلوق عليه غلقة ومعقود الحالة، باش تنفك المشاكل أولا، باش تنصحها وباش تنصح الأولاد. احنا نعرف أن هذا الشيء الهم الغم دايما تتصل لأجله السيدة آمنة، والبعض ربما يقول لك هذا انشغال متكرر، لكن حق المواطن في تلفزيونه في مؤسسته الإعلامية أن يعرض ما شاء. الاتصال في قناة القرآن الكريم مفتوح للجميع، واللي تمكن يتصل يتفضل بطرح مسائله بلا يعني بلا إقصاء. لذلك مرحبا بسيدة آمنة وبسؤالها، ولو طرحته ألف مرة مدام موفقها ربي تتصل بشيوخنا لها أن تسأل ما شاءت. هاي هو شيخ. شكرا سيد أحمد. نعم، كل يعني الأمهات والآباء هم يعني قلقون من ذبيحتك الأولاد. أيوة. خاصة الأولاد. أيوة. لأن الولد هو في الحقيقة هو صدقة جارية بالنسبة للوالدين، صدقة جارية. أيوة. فإنسان لما يتوفى الوالدين هما يدعو له. صحيح. يعني في الحقيقة الوسواس هو من الشيطان. أيوة. والشيطان لا يوسوس إلا في الجوف، يعني الجوف أو بمعنى الإنسان الذي خالي من ذكر الله، خالي من طاعته سبحانه وتعالى، البعيد عن الله الشيطان يتمكن منه. صحيح. يبدأ يوسوس له يمليله ويخوف فيه ويعطيله بمعنى بعض أفكار إلى غير ذلك، حتى أحيانا يدخله إلى حتى المستشفى المجانين. طبيعي. يدخله طول. فلذلك رب المقال لا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك قال الذي يوسوس في صدور الناس كون هو الشيطان من الجنة والناس، كان إبليس والشيطان اللي هو، وكان إنسان الإنس كذلك يوسوس لبعض الناس. الإنسان المتمكن متشبع المطمئن الذي بمعنى يصلي في وقته ويزكي لا عنده ويحج لا عنده ويصوم مع القدرة، وكذلك بمعنى يذكر الله سبحانه ليلا ونهارا، هذا ما يتمكنش منه الشيطان. هذا ربي يكون معاه، لما يناديه يكون معاه.
لماذا؟ لأن فلان هذا يذكر الله، لما يذكره أمام الناس ربي يذكره كذلك أمام الملائكة، لما يذكره في نفسه وحده يقعد يبدأ يقول يا الله وحده. ربي كذلك يقول لي يذكره وحده، ليذكر ربي وحده ربي يذكره وحده، وليذكر الله مع الناس ربي يذكره قدام الملائكة. أنت تفتخر بربي أمام الناس، ربي يفتخر بك، يفتخر بك أمام الملائكة. لما تفتخر بربي وحدك ربي يفتخر بك وحده. فهذا الإنسان إذن الذي ذكرني وحده منفردا، أنا نذكره وحدي. أيوة. أنت تعرفني وأنا نعرفك، يعني بيناتنا. سبحان. وليذكر ربي الله يذكر أمام الناس ويفتخر بربي سبحانه وتعالى ويذكر الناس بربي كذلك بالملائكة، قال لهم شوفوا عبادي ويذكر أمام ملأ خير من ملأ تاعه. الله يبارك فيك. فلهذا أقول أختي الكريمة، ما عليك إلا بمراجعة نفسك أنت. أيوة. أولا حافظي على الصلاة، صلي، أو لأن الإنسان يبعد عن الصلاة الشيطان يتمكن منه. بنت سيدة آمنة 25 سنة، شفت كيفاش؟ الله يبارك. فلهذا نقول صلي وذكر ربي وادعي ربي في الصلاة. أيوة. باش ربي يرزقك واش حبيتي. نظف الليل وبكي لربي، قال يا ربي مانيش مزوجة زوجني يعطيك، يا ربي ما عنديش الأولاد أعطيني يعطيك، قال يا ربي عاوني على أولادي، تربية أولادي، تربية والدية، كل واحد وكيفاش، على مثلا حسن الجوار، على مثلا على حسن المعاشرة مع الناس ولا مع أهلي، ربي يعطيك. فلهذا نقول إذن عليك بالتقرب من الله وربي حالك كل هذا إن المشكلة. شاء الله يا رب. انشغالين السيدة آمنة، الأول التسبيح شيخنا، هل نسبح على وضوء أم لا؟ التسبيح لا يشترط فيه الوضوء. أيوة. يعني تسبح ما شاءت، سواء كان طاهرة ولا غير طاهرة، تسبيح حر. عموم الذكر؟ عموم الذكر. الله يبارك فيك. مع ابني أخيها قال لها بالحرام تباتي، هذا حليف محمد، حلف ما عليه إلا بالكفارة، هو يصوم، يعني إما يصوم ثلاثة أيام ما عندوش المال ولا عنده يوكل 10 مساكن وهو الأولى. إيه قول لها حليف. خبريها سيدة آمنة، سيدة يحلف وينسى. الله يبارك فيك إن شاء الله. طيب عمي محمد من العاصمة توفي ابنه العام الماضي 2021 بالجائحة الكورونا في فرنسا. قال عنده الرزق 6 أولاد صغار وكبار، عنده بيتين هنا بيتين هناك، سيارتين إلى غير ذلك، طلب حقه في الميراث. قالت له زوجته مهما كانت من أي جنسية تبقى زوجته لا يهم، قالت له زوجته ما تسالش، بما تنصحه أولا شيخنا في هذه المسائل، أنه رأوا في أرض الغربة مش على أرضنا في الجزائر، بما تنصحه في هذا المسألة؟ هو أولا نقول له بما عليك بالتريث فأنت عندك حق سودس، ماذا ما عنده وليدك عنده الدراري. أيوة. عندك حق سودس، وعليك بطلب الفريضة، لأن فرنسا يتحكم بالفريضة. أي والله يبقى دوك يدير الفريضة، يعني كل حب يدير محامي حب، كما الآن القضاء تاعهم لما تكون واحد ميت يطلب منه الفريضة يجيبها من الدار، يقول له جيب لي الفريضة. وانا يبنوا على فريضه، انا خلاص تغير الحكم اللي كان بمعنى فتديها فرنسا ولا خلاص ما كانش هذه، دوك بقات الفريضه. أيوة. جيب له فريضه ونقسموها لكم على حسب الفريضه تاعكم. لو فريضه لو فريضه دوك لا فريضه. الله يوفق الجميع ان شاء الله محمد. طيب شيخنا لا ادري ان كان بامكانه ان يلتقيكم في المجلس الاسلامي او في توجهه في هذا الامر محمد. هذا اذا كان ما كيروح للمسجد الا في فرنسا. لا لا هنا في العاصمه. العاصمه خلاص. انا نروح اما عنده ثم تيك يقدر ولاده مثلا كاين واحد يتصل به ولا حاجه يطلب الفريضه. ايوه يطلب فريضه موثق. موثق. ايه. موثق مثلا ايه هو. أيوة. يطلب. ايه الله يبارك فيك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسقم الاحوال ان شاء. آمين. الله والله يرحم اللي مات. آمين. وهذه كلها امور دنيا زائله. نعم نعم. الله يبارك. نعم. شيخنا ابو عبد السلام في الدقيقه الثلاثه الاخيره من هذا اللقاء، اتق الله حيثما كنت باللغه الامازيغيه تعميما للفائدة جبناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الإنسان يتسقد من ربي، الإنسان يتسقد من ربي إلى قد يقود ربي كل أمكان كل الوقات، غاس واحد يسليت رب ثاني يذي، غاس العبد يسليت رب ثاني يذون، يعني ربي ولاش في القفرن في اللاس قبناد، لا يعزب عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، معناها أي ولا شكل على يخفون في الناس، إيه معناها ماشي ما إلا المدن احترم، أنا أذكر ربي، أنا أقواد ربي، أنا سعود سوقا، يقولون النغ، ما إلا واحد النغ، أنا نقول لعباد الناس، نقول لجنود الشياطين، لا، الإنسان إلى سعود سقوى ربي يقول كل أمكان كل الوقت.
باش يتقوى ربي سبحانه عز وجل. إنك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفتقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. الله معناها ربي يمرغ دشارة نخدم إلا قميون يدي طلق ودي خدمن الخدمة الطاعة سيدي تقرس ربي يحرم في اللغة الأمور ينهيغ في اللس ميك طلق ودي خدم لك من المعاصي خش سيدي تغلط سيد تقوى سيد تقوى ربي سبحانه عز وجل خاطر باش كي من عن سيدي ترى قودي خدم من المعصية سيدي قودي خدم من الطاعة الخوف ربي خاطر تعلمت سيمانيك باللي مثلا ربي طلع يدغورك يزراكي ولاش كي يكفر في الناس ايه ما سقوات ربي سبحانه عز وجل. واتبع السيئة الحسنة تمحوها العلماء ام كي يتصورن وي واتبع السيئة الحسنة تمحوها انك قلع قخة ومن بعد شعلت مس يعني شعلت النار في البيت وتحرقت واحترق ما فيها هذا سيئة خلاص هاي السيئة واش دارت الآن واش راح نعملو نهدمو البيت هذا ولا نحن نخرجو هذاك يعني القمامات ونخرج هذاك الرماد ونخرج هذا ونزيد نغسل الجدران ونعاود نطليها ونعاود نأسس البيت ولا لا هذا هو معناه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها معناه لما نغسل البيت ونطلي الجدران ونجيب أثاث جديد وممكن أحسن من الأول نخسر هكذا نقول إيه والله عزيزي ثلاثة وغيثك باش يقول له الصلاح رب ضارة نافعة فهذه كان عندنا أساس قديم وكان عندنا واحد الحاجات هكذا وكنا نتمنى نتحصلوا منها نتخلصوا منها هاي تخلصنا ربي خلصنا منها وعوضنا بهذا الشيء هذا ما شاء الله. وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هذه أيضا من الأثاث الثلاثة هذا الشيء الكبير هذا هو الشيء اللي الناس كل يخافوا منه وما يقدرولوش ولكن سهل على من يسره الله عليه. وش يكلفك لما تكون مبتسم عندما تلقى أخوك تتبسم في وجهه تلقى هكذا بوجه طلق السلام عليكم ما شراك لا بأس بابتسامة راك دخلت عليه مسكين السرور ونحيت له الخوف بلك كان خايف منك وكذا نحيت له الخوف هذا معناها خالق الناس بخلق حسن. أنا رحت للمدينة من المدن الجنوب عشت فيها مدة 8 أيام في كل صباح أخرج مبكرا بحكم الوظيفة بحكم المهنة المكلف بها ما لقيت أحدا لا أعرفه ولكن يقابلني بوجه بشوش وبالتحية الصباحية الله ينورك شيخنا وخالق الناس بخلق حسن. شيخنا أبو عبد السلام شكرا شيخنا كمال شكرا شكرا لكم على الوفاء السلام عليكم مدهمة واحدة